إبراهيم جاب تيكن سيسيرة تستضيف رئيس جامعة سيدي العيدي الذي هو غني عن التعريف. أعطينا التعريف ديالك. التعريف ديالك التعريف ناصر انتماء سياسي ناصر عبد العزيز بدو ما تجد ما نمشي ناصر عبد العزيز رئيس جامعة سيدي العيدي الانتماء السياسي ديالي والأسرة والمعاصرة حاليا. واسمك لك خارت شي حزب آخر ولا أول حزب هناك؟ لا لا خارتنا بعدة أحزاب حقيقة أول حزب أول حزب خارت فيه أول حزب خارت فيه هو تقدم مشترك. تقدم مشترك أول واش في العهد أول حزب في العهد ديال السي عريتا أو في العهد ديال نبيل عبد الله ولا لا لا عرياته عرياته على عرياته الله يرحمه أنت الله يرحمه عرياته 1997 أول حزب أول حزب علاش يعني أنت تحولت إلى الحزب حزب إيوا غير بالنسبة إحنا بالنسبة لهذاك الحزب ومشي الناس المنسقين اللي عندنا ديال الحزب ما كانوش معنا شويه في ما كانوش في المستوى ولا ما كانوش في لا ما كانوش في المستوى اللي هذا هو اللي جعلنا علاش نخرج احنا على هذاك. خرجت من الحزب ديال عليه تا الله يرحمه تقدم الشركيه وتحقي حزب اخر اش من حزب مشيتي انت الحركه حركه ديال احضر احضر اسم السنه ما وقعت 2003 2003 كنت كان باقي سي احضان واحد من ديك شحال من سنه دوزتي في التقدم والاشتراكية وشحال من سنه دوزتي في الحركة؟ ايوا من 97 2003 و من 2003 واش بقيت في الحركة؟ بقيت اذا جات تجلس العنصر؟ لا قبل ما يجي السي العنصر ها المي يجي السي العنصر حنا بالنسبة لك الحزب صراحة حتى الناس ديالنا وداك الشيء كانوا يعني حتى المواطنين الساكنة مرتاحة على داك الحزب ديال الحركة ديال الحركة. واش هي الأسباب اللي دابا انتقلتي أنت للأسرة المعاصرة؟ بالنسبة ل حزب جديد أييه نعم لا بالنسبة لهذه الانتخابات ديال 2003 باش ننتقل في ديال 2008 انتقلت للأصل والمعاصرة شي حد ترشح بهذاك عطاوه التزكية ديال هذاك سميتو ولا انتقل دابا هي توافق اللي هي دابا حاليا هي وجدات دابا غتبدا انطلاق الأشغال ديالها إن شاء الله في هذا الشهر 9 إن شاء الله لازم الصانع راه في مصلحة الساكنة كانوا مصانع هناك مصانع يكون مصلحة السكينة غادو البطالة غادو الشباب غادي يشتغلوا فعلا غادي يشتغلوا الشباب غادي يشتغلوا فعلا تدور لك عن البناء العشوائي واش عندك هنا شي بناء عشوائي يعني تيقلقك في بناء عشوائي او الامور على ما يرام لا المسألة اللي كاينة انا صراحة هو البناء العشوائي في المشي راكي ما غاديش نقولوا له ولكن كاين البناء العشوائي عنده بلا مصادر القانونيه ديالو كاين البناء العشوائي عنده مصادر ديالو القانونيه ديالو كداري المصادر وفينا هو راه كلشي موجود كتبقى واحد المساله اللي كتبقى مع الترميمات مع الاصلاحات حنا عندنا حاله اللي هو حنا عندنا حاله واللي هي كنا في واحد الاجتماع مع السيد الوليد السابق اللي هو السي متكيل وناقشنا هذا الموضوع كنقول لهم اودي دابا حنا راه كاين الساكن ديال العروبيه ما بالك واحد ساكن مع بواه ساكن مع بواه جوج ساكن مع بواه وتجوج وفين ساكن ساكن في ارض الجمهور ساكن في ارض الجمهور غالبا من البيت ديالك اذا هذا السيد ملي غنمشي للمسطره القانونيه خاصو دابا المسطره القانونيه وهو خاص لاجونس الوكاله الحضاريه واش غدير تكون ليه ملف منين
هذا ساكن غتلقاه ساكن غير في ارض الجمهور يعني هاد السيد بغى يبني بيت وفيه مصلحه بغى يبني بيت ويتزوج اش خصنا نديرو معاه تمام اذا راه ما عندناش كيدير يقدر هذاك بناء عشوائي عنده بناء عشوائي ولكن حنا كنعرفو من زمان حنا كنشوفو هاد الدور اللي داخل لهم حاليا الضو دابا وداك الشيء واش هما باينين بالوكاله الحضاريه واش كاين شي واحد اللي غادي يبني شي بيت اللي هو شي حاجه اللي يشكل عليه خطر لا عارفين هاد القضيه يعني الوكاله الدور ديال الوكاله الحضاريه كيبقى غير تقنيات انا بالنسبه ليا تقنيات شحال خاصو يدير هنا باش ما تكونش شكل شي خطر ولكن هاد السيد ربما كيدير شي حاجه اللي كثار من اللي غتعطيه الوكاله يعني بالنسبه لهاد السيد كيبني بيت ماشي مشكل عندنا راك ما غاديش في تدخل ليه للدار والداخل وغتبدل ليه داك البيت وداك الشيء واش هاد السيد ممكن غادي يهاجر يمشي يكري يمشي للمدينه ما عندوش واش غادي يكري وكبر مع باه برك مع باه تيشتغل مع باه ولاحظنا هنا واحد فين يمشي فين ولاحظنا واحد الظاهره لاحظناها ناس خلاو هاجروا للمدينه وداك الشيء ومشاو ولكن ملي مشاو مساكن ولاو كيخدموا وداك الشيء ما سلكهمش بالنسبه للكراب بالنسبه للقرية ديال الوليدات من المسائل ومع ذلك رجع المدن كيقول لك اودي انا عندي هذا المحل راه بغيت نرمو وداك الشيء يعطيني واحد رخصه السكن يعطي رخصه الاصلاح مسائل هذاك يعني ممكن يسكن سنه يهبط للمدينه ويكري ويتمحل وخلص الماء وخلص الضوء وغادي يلقى الخدمه ولا ما يلقاهاش يعني انتم خاصكم تساعدوا المواطن ماشي جو ضد المواطن هذا الاستاذ دابا ملي كيهبط للمدينه وداك الشيء ومن بعد ثلاث ولاد هاد الدري هاد السيد اللي غادي يمشي يهبط للمدينه عند ثلاث ولا اربعه وما غاديش هو ما خداميش اش غيتعلموا غيتعلموا يعني غير شي حاجه ديال غادي يولي عنده انحراف كما قلتي ما غادي اللهم شتي هنا في العربيه كيجي وربما هنا في العربيه راه يقدر يخدم في الفلاحه يخدم مع هذا الدري يخدم مع هذا ما داري كاين راه كاين الخدمه كاين 60 درهم 70 درهم 80 درهم كما مزيان وناقص عليه الكرا وناقص عليه المسائل ناقص عليه الماء وما يخلص الدوره كتكون شي حاجه قليله المقر ديالو هادشي اللي كاين بالنسبه للجماعه حاليا استاذ عدنان جماعه السيد عيدي بخير ولا خير كيفاش دزت عندكم انتخابات نعم انتخابات كيفاش تمر عندكم انتخابات انتخاب ديال المرحوم نضحكوا شويه اي ما تخدم شويه ديال الزروطه نعم واش الناس حيدت هذيك نعم الزروطه بدات دابا تفهم بان راه كاينه الديمقراطيه وكاين كذا وكاين كذا وكاين حقوق الانسان وكاين هذا هو استاذ هذاك نعم. هذاك المساله نعم كانت واحد الوقت كانت كيما كنقولوا حنا كانت الزروطه وي صراحه كانت الزروطه انا اللي نهضر معاك انا العزوازي ما كنتش معاه في البدايه وداكشي ولي ترشح ليا واحد معايا وداكشي غير في واحد الانتخابات جزئيه اللي غادي نقول لك انا في 95 والعزوازي جاب فريق ديالو بالشانطي من لي وانا جبت فريق ديالي بالشانطي من هنا انا كنقول لك ولكن واحد القضيه اللي غنقول لك العزوازي ما كانش عندنا معاه وكان عندنا معاه شي مشكل بسيط ولكن ملي جينا في اخر مطاف انا كنقول لك هذه في 95 ولكن من بعد جينا 97 انا من الناس اللي مشاو صوتوا عليه عرفتوا راجل اي فعلا صراحه نقول لك شحال ديال الزروطه كانت واحد الوقت ولكن حاليا دابا ما ولات الشفافيه ولات الشفافيه ولا صافي ما كاينش ولات حاليا ما بقاش هذيك القضيه ديال الزروطه وكانت مسيبه الوقت دابا لا الناس دابا ولات مضابطه والناس فهمت كيقول لك اودي حنا راه مرشحين روح رياضيه صافي الى فوق الناس راه ماشي مشكل دابا انت سعد الرئيس كمسؤول نعم يعني الانسان تيكون كمسؤول تيعطي اكثر ما تيعطي لولادو نعم ولادو اللي في البيت تيخليهم وتيمشي تيعطي الناس اكثر من داكشي اللي غادي يعطي لولادو كيفاش انت يعني ما تتشعرش بان راك تعطي اكثر من الجهد ديالك هو استاذ جينا فعلا استاذ لم تفهم معك الى هضرت معك دابا ممكن دابا انا عندي دابا بنيات بغا يخرجوا من المدرسه وكيتسناوني باش نجيبهم انا خليتهم وجيت دابا للجامعه باش نقضي مع هاد المسائل وهادي ديال الناس جيني لانه هذا يعني تكليف مكلفين به راه ممكن الانسان خاصو يسهر على المساله ديال المواطن هو الاول ما يجيش المواطن وكيبقى يتسناه وداك الشيء وانت يا
الغايب على سميتو امانه. ونزيد قضيه اخرى، انا في مثلا لو كان ما كانش عندي الناس اللي خدموا ما غاديش نجي لهاد الجماعه وما اللي غادي يعني خصك اللي يخدموا لك شغلك. يد الله ما ما الجماعه. نعم شنو بتقول؟ يد الله ما الجماعه، ما يمكنش تكون تقول لي خاص لي تعاون معاك وخاص لي يمثل في دار الغياب ديالك ويقول لي يعني في ثقه وفي الامانه وفي باش تبقى الجماعه غاديه في الطريق الصحيح. ايه راه هادشي هادشي راه ضروري على الانسان الا بغيتي تدخل الا بغيتي هاد الا بغيتي هادشي. نعم راك ما دخلتي لهاد الجامعه وترشحتي وخديتي الرئاسه وخديتي داكشي الا باش تقوم بالواجب ديال المواطن. تمام راه ماشي غتاخذ رئيس وغادي تمشي وما تجيش وما تحضرش وما تلبيش الطلبات ديال المواطنين وما تفكش المشاكل وهادشي راه ما يمكنش. حنا هادشي كنعيشوه يوميا باش ما نطولوش عليك اليوم الجمعة. الكلمة الأخيرة اللي بغيت تعطي الساكنة اللي ديال الجماعة سي بلعيد. وحنا بالنسبة للكلمة الأخيرة اللي بغيت نعطي للجماعة سي بلعيد، هو جماعة سي بلعيد راها من 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 جماعة جماعة لا من الموقع ولا من ولا تاريخ لا تاريخ ولا من الموقع الجغرافي ديالها. راه كتلاحظوا الجماعه في المنطقه اللي جات فيها، منطقه غنيه بالمجوف بالتربه ديالها بال يعني بال صالحه للزراعه بالنسبه للفلاحه بالنسبه لجميع المسائل. الساكن ديال الجماعه ديال سيد العيدي يعني انا راه تنقول راه من احسن، ما غاديش نقول من احسن ولكن كنقول راهم اكثرهم ناس ولا عندهم الوعي وعاوا الناس وعات. كما كتلاحظوا دابا حاليا الشباب ولا باقينا صغار وما كينخرطوا الا شفتي القاعه مجموعين جاي حتى هو وباغي يدير الرياضه وباغي يدخل وباغي وكنشوفوا مع الناس من الجمعيات من اللي كيجيو دابا باش تعرف بلي الناس ولا عندهم الوعي كيجي وكيقول لك اسيدي بغينا نخدموا بغينا غير اليوم الصباح درنا انشطه في واحد المدرسه وداكشي ناس جمعيه شباب كيفاش منخرطين وكيفاش كيتعاملوا مع دوك الوليدات وكيفاش جامعينهم واش دايرين اليوم وداكشي. اذا هنا راه الحمد لله الناس راه وعات. هناك مدارس اي مدارس اعداديات ثانويه اي لا اعداديه اعداديه ما فكروش ديروا واحد المعهد ديال التكوين. المعهد ديال التكوين راه تنشأ عندنا عندكم برنامج الدولة. نعم لان عندنا معهد ديال التكوين المهني ربما راه هو الاول في افريقيا حاليا دابا كتنشأ. سعادة الرئيس المحترم تنتمناو باش تعطينا شي معطيات هنا الفلاحة لهذه الجماعة. غير استاذ بالنسبة لي انا كفلاح واه في السكينة فلاح معروف شرف وفايت راني كنت بالغرفة الفلاحية شفتي عضو ولا كنت لا الخليفة الأول ديال الرئيس. نعم الخليفة ديال الرئيس الأول ديال الرئيس الغرفة الفلاحية الفلاحية يعني من 2003 حتى 2009 نيت هنا في الشاوية هنا اي هنا في الشاوية هذا يشرف هذا عندك معلومات على الفلاحة معلومات على الفلاحة طبيعة الحال عندي معلومات معلومات على على على, على الإقليم كله وكذا طبيعة الحال عندي معلومات على أنا كفلاح والمهنة ديالي فلاح كساب وفلاح عندي بطبيعة الحال عندي معلومات هذا من أهم ما يمكن. كيفاش هذا العام حنا دابا بالنسبة لواحد المسألة جرة العادة حنا اللي كتعرف فلاح هاد الشركه ديال التامين اللي هي لاماندا اللي هي حنا نفلحوا ولكن كنا نفلحوا كنقولوا ديال الوقت خصنا خير الامور اوساطها. الى عندك 100 دار غتقول لها نحرتها 50 بركه راه الوقت ولكن ملي جا هاد المشروع ديال هاد لاماندا اللي هي الفلاح اللي كيسوري الفلاحه ديالو يعني هادو كيشجعونا ديال التامين كيشجعونا في العوض اللي غادي نحرت 100 غنحرت 200 خاش ولا عندي التأمين ولا عندي التأمين ولكن في البداية كانوا دايزين معنا انا شحال من سنة وانا كنخاط في التأمين ديال الماندا يعني بالنسبة لكفلاح
ولكن واحد الوقت دابا حاليا هذه سنتين او ثلاثه كاع ربما كتلاوش داروا على حتى شي حاجه دابا حاليا الفلاح اللي كيخلص السيرونس ديالو حنا حاليا الفلاح دابا خاص تعرف شهر 6 دابا هذا هو شهر 6 اش بقى الفلاح كي الفلاح دابا راه صافي خاصو يجمع هذا المحصول ديالو اللي هو كاين سواء كان او لما كان الا كان الصيف راه خصو يحصد والا ما كان الصيف واخا يبقى داك الشيء اللي كاين راه خصو اما يسرح فيه او خصو يحرث لانه الحرث ديال اليوم راه مهم باش ديك الارض تشمش ودابا حنا باقيين معلقين ما تحصد ما تسرح ما تحرث اذا شنو خصك دير حنا ضايعين هاد لا سيرونس مثلا ولينا نقولوا حنا ناقص هاد لا سيرونس يعني دابا خصهم على الاقل هاد الناس ديال التامين او الوزاره خصهم يكونوا مهيئين شهر 5 او شهر 4 بعد شهر على الاقل شهر 4 الاخر ديال الشهر 4 خصهم يدوروا ويعاينوا ويشوفوا واش هاد الفلاحه ناضجه واش كاين ولا ما كاينش واش ما تيديرش هاد الشيء لا ما كاينش راه عندهم الناس ديالهم خصهم يخرجوا ما ويراقبوا الناس ديال المراقبه عندهم الناس ديال اللي هما فيهم تابعين الفلاحه والزراعه وناس اساتذه لا هادشي ما كاينش اللي ما كاتجوش هما شنو كاين هادشي ما كاينش وشنو اللي كاين كاين غير هادشي تخلص الاداء فقط خلص فقط هاري تخلص راه كتخلص صافي وكتمشي ولكن دابا كيبقى الدور ديالو هادو ماشي مهنيين لا بالنسبه لنا هاد السكينه حنا كنقول دابا بالنسبه للسكينه ديال جماعه سيدي ككل هذا هو المشكل العائق اللي عندهم دابا حاليا بالنسبه للفلاح المشكل تابعين للجماعه تابعين للجماعه طبيعي حتى انا ما عندكمش ما تهضروا ما عندكمش ما تكلموا كاين السيد العامر كاين السيد الوالي كاين السيد سكتوا على هذا الشيء لا السيد الوالي السيد الوالي السيد الوالي راه حنا عندي خبر الاسبوع اللي هو فيت الجمعه اللي هو راه ناقشنا مع الموضوع ديال الفلاحه احنا احنا بعدا انا من الشاويه معروفه بالفلاحه اييه الشاويه اييه ورديغه معروفه بالفلاحه معروفه بالفلاحه اييه طبيعي الرقم الاول رقم القياس في المغرب هي شاويه ورديغه من عدة سنوات او قرون فهمتي معروفه الشاويه بالفلاحه من الارض ديالها من فهمتي من الناس ديال الفلاحه ديالها الكسابه ديالها اذا انتم خصنا اما السيد العامل اما السيد الوالي وتجي هذيك الشركه حتى هي هو السيد الوالي من حقه يعود على هذيك التامين يجي ويحضر ويتواجد ويدير معاه مواجهه شوف الكيل لان ما يمكنش السكوت هذا لا دابا ما يمكنش الانسان يسكت هذا الشيء دابا هو السيد الوالي حاليا دابا الاسبوع اللي فات اللي هو يوم الجمعه اللي فاتت راه كانت هذه الدوره ديال الجهه واللي هو ناقش هذا الموضوع ديال هذا التامين انا مازال غير بغيت نناقش معاك هذا المشكل ديال فين راه في هناك ضرر ماشي ضرر كبير عند ضرر عند الساكنه راه ضرر حنا حاليا راه باقا فيها باقا في الخلا باقي ما درنا حتى شي حاجه حاليا حنا باقيين كيما قلت باقيين معلقين ما حنا السبب حنا الله ولكن خصنا نحلوا هذا المشكل فاش غادي نحلوه هذه نقطة مهمة إلا خصها تسجل باش تعلق بالجريدة لأن أنا ركز عليها حيت بحال ركزت فيهم ولكن شفتو لا ما يمكنش راه كاين اسمع راه كاين السلطة شرحوا بها بالجريدة وكاين السلطة اسمع راه كاين السلطة هي واحد السنين يجي دز منه ويجي تخاطر ديال التأمين بالجريدة ديال التأمين سن مدير ديال التأمين ولا ممثل شركة التأمين ولا ويجي لأن راه اسمح لي راه الناس محاصرة تيقول لك حنا في حصار هذا عندهم حصار ما يقدر يهز ما يقدر يحط ما يقدر يشتغل دابا الى حطي حصار واحد الوقت غادي يجيك حتى الله اعلم يجي شهر 8 ولا شهر 9 يجي يقول لك واش انت باغي تبقى هو فينا هو الى حرتي غادي يقول لك فينا هو سيدي هذا المحصول اللي انت خلص هذا السيرونس والسلطه اللي راه كاينه موجوده كاين السيد العامل وكاين السيد الوالي ما يمكنش يغفل على هذه القضيه هذه القضيه حساسه ما نقدرش ندير ديكسبير ديال بعض الخبراء ديالهم تيخرجوا على ما يمكنش راه شنو قال لنا يخرجوا على المكان ويديروا معاينه خدمتوا هذه راه خدمتوا خصو يدير خدمتوا ما
ما خصناش حنا نربعو يدينو نسكسو سنديوها على هذه راه حقوق حد دابا دوك المواشي بغاو يدخل المواشي ديال الفلاحه كيبغيو يمشيو يرعاو لا واش غادي ياكل اش غادي ياكلو حتى ديالنا نتحبسوا على ديالنا ديال تحبس وتحبس على ديال حصار درتو راه حصار نتمنى من هذا هذا ملي كتجاوبو كنسمعو كيقول لك كاسيدي كنسولو كنديرو واحد ديالنا مع الغرور الفلاحيه كيقولو دير هذا المشكل باقي عند الوزير باقي ما دار شوف نحترم الحكومه موعدنا هي لازم غادي تفضل حنا تنحترموا الحكومه ديال صاحب جلاله وحنا مغاربه والشعار ديالنا هو الله الوطن الملك ولكن راه لا الحكومه ولا الملك ولا السلطه ما تسكتش على هذا الشيء الا كان في ضرر للمواطن المواطن عنده واحد الضرر فلاح فلاح وبالاخص فلاح راه الفلاح انتم اللي توكلوا المدن راه العمود الفقري هو الفلاح المدن باش ياكلوا خبز حتى الدوله احنا ما هي صناعيه هي فلاحيه هي دوله معروفه فلاحيه راه المواطنين في المدن المغرب كله بعد الى ما كانش هناك انتاج في شاويه والدماء واحد العدد ديال المدن ما تيبقاش عندهم حتى ربما نقولوا يمكن الخبز ما يبقاش عندهم حتى الخبز ولا خصو تحل هذا المشكل هذا في اسرع وقت ممكن ونتمناو لهذا المبرع الذي يشرف ذاك الاسيسيه ان يتدخل السيد الوالي لاقليم اقليم الشاويه والدماء في هذه القضيه مع شركه التامين يحل هذه المشكله السلاح مساكن السلاح راه مغلوب على الامر ديالو حتى واحد المساله اللي كاينه تنتظر العام كله وتجي انت دير ليه لا كوردو كوت حتى واحد المساله اللي كاينه لانه هو كاين الناس راه فلاح عندهم ديون القرض الفلاحي القرض الفلاحي واش غادي يخلص القرض الفلاحي باش غادي يخلصوا وشهر 7 دابا راه دابا عليه تحمل المسؤوليه لا اسمح لي انتما تديروا تجمعوا ديروا واحد العريضه وتعطوا السيد الوالي والسيد الوالي تسدي الناس تحمل المسؤوليه من تاريخ كذا وكذا راه في القرض وفي هذا انت غتحمل المسؤوليه انت تحل المشكل ولا تحمل المسؤوليه حنا عندنا الغرفه الغرفه الفلاحيه اللي هي الدور ديالها اللي كتقوم به اللي كتراها كدافع على الفلاح فين وفنا وما لها ما تكلمات ما دوات ما هذا هو اللي كاين خاص راه خاص خاص تفتح نقاط الحروف دابا انت كرئيس الجمعيه دويتي ما في بالك واحد فلاح ضعيف من غيدوي شكون غيسمعوا الى الله سبحانه وتعالى صوت ديالو ما تسمعش صوت دابا واحد عدد الفلاحه باغي يدوي ولكن ما غايدوي بطبيعه الحال غالب الله لا والله الا كان الفلاح ماشي معقول لان حنا دابا حاليا الفلاح راه كيجي واحد ديالي انت بالنسبه ليك راه حيت كيجي واحد ديالي واحد ما دا وما كدا وهذه يا راه جماعه انت تمشي الساكنه كلها راه انت هو المسؤول على هذا الشيء كله انت خاصك تشوف السيد الوالي وتبارك معاه وتحكي ليه الحقيقه والسيد الوالي حتى هو غادي راه ماشي راه تيشوف عينه تيما ياخذ دابا السيد الوالي درنا دوره استثنائيه وناقش في هذه النقطه ونتمنى له التوفيق والنجاح ونتمنى الى لقاء اخر ان شاء الله انا استاذ